عثمان بن مضعون رضي الله عنه، صحابي الجليل أبو السائب، عنده من الولد السائب وعبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه ابن الجوزي رحمه الله: يكنى أبا السائب، قال هو عثمان ابن مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح، يكنى أبا السائب، أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين. من أصالة هذا الرجل رضي الله عنه، من أصالته، وهكذا الرجل إذا كانت فيه صفات طيبة فإنها تعينه بعد الله تعالى على القيام بكثير من أمور الإسلام وعلى نصرة الإسلام وعلى التنزه من القبائح. من أصالة عثمان رضي الله عنه، قال ابن الجوزي: حرم الخمر في الجاهلية على نفسه. هنا الجاهلية قال الخمرة دي ثاني ما بشرب، وقال أنا ما بشرب ما بشرب. ليه حرم على نفسه؟ لم يذكر ابن الجوزي أنه شرب الخمر، لكن حرمها على نفسه، والتحريم في اللغة المنع. لماذا؟ قال: لا أشرب شيئا يذهب عقلي. شوف الكلام ده جميل كيف ذكر ثلاثة أشياء، قال عن الخمر، يا ريت الناس اللي بيشربوا الخمر يسمعوا الكلام. قال: لا أشرب شيئا يذهب عقلي، واحد. قال: ويضحك بي من هو أدنى مني. خلي الناس يضحكوا علي، الناس الأقل مني يضحكوا علي. رمتالة في الشارع يشوفوك بتخيط في الشارع وماسك في الحيطة، ووك لما انتقع يضحكوا عليك. قال: ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد. يخليني أمشي أزوج بالتيلة زوج شنو؟ أنا ما داير وما سكران. قال: أنا ما بشرب الخمر. شوف الثلاثة أشياء دي. طيب، شهد بدرا رضي الله عنه، وكان، قال ابن الجوزي، كان متعبدا، كان رجلا ذا عبادة رضي الله عنه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت على امرأتي عثمان بن مضعون وهي باذة الهيئة، يعني ليست بمتزينة، ليست متزينة، فسألتها عن ذلك، أي لماذا لا تتزينين لزوجك ولماذا حالك هكذا؟ فقالت: زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وهو عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه، فقال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا. درد على الصوفية، التين قرض وسبح بخور قائم والنساوين يجوا، الفقيق هم يشتغل، لا بيشتغلوا جماعة، والحصاد بيجيبوا لي باللوري، وأنا تراه شغال هنا، شغال شنو؟ قوم على حيلك، شغال والله سبحة وبجر وماسك البلد، أو تاد الأرض في الجبل الأربعة، ماسكين الجبل الأربعة، فكه ناس عجيبين جدا دول، اشتغل يا أخي. معقول يا أخي؟ طيب، قال: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة؟ قال: فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا،
فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لا أنا. أخرجه أحمد وهو صحيح وغيره، وهو في الإرواء، إرواء الغليل للألباني رحمه الله في الجزء السابع. نحن نأخذ فوائد يا جماعة من الكلام ده، أن العبد يبلغ الدرجة الكبيرة عند الله تعالى لا بالرهبانية، الانقطاع للعبادة فقط، ولا يلتفت إلى بر الوالدين، ولا إلى صلة الرحم، ولا إلى الإحسان إلى الزوجة، ولا إلى إضحاك الزوجة، ولا إلى تفريح الأبناء، ولا إلى الذهاب إلى السوق، وإنما يرفع الله درجته بالعلم النافع والعمل الصالح وإن كان يسيرا، وهو مخلص لله تعالى وقد قام بالفرائض. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم شو؟ درجات. وبالصدق وبالإخلاص، يعني زول تلقى في السوق بتاع بصل وعند الله أفضل من الزول قال بيكون قاعد في بيته والساعات، بل بالبدع ديل بالبدع صوفية، وغير البدعة وغير الرهبانية الشرك الأخطر من ده، نادي الشيخ والشيخ بيعلم الغيب والشيخ بيدي الجنة والشيخ في الشدائد بيلحق والشيخ والشيخ، وهذا كله من أبطل الباطل، بل هو أبطل الباطل. طيب، الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس لله تعالى، وهو أحفظ الناس لحدود الله، وهو أتقى الناس، فما جاء به فهو الذي فيه الخشية، وهو الذي فيه حفظ الحدود، وهو الذي فيه التقوى، لا ما جاء به المبتدعون. أدار تبقى مجتهد في العبادة وزول تمام، شوف السنة، لأن الرسول أخشى الناس لله تعالى صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. طيب، عثمان بن مضعون رضي الله عنه من فضائله هذا الموقف الجميل الذي ذكره عنه ابن الجوزي رحمه الله، يدل على اعتزازه بالتوحيد، ويدل على اعتماده على الله، ويدل على رأفته ورحمته بإخوانه وإحساسه بإخوانه المسلمين والصحابة. شوف الموقف ده جميل كيف. قال عن عثمان، قال عثمان الأول وغير عثمان بن مضعون، قال لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، شافهم في ابتلاء وفي تعذيب. عثمان بن مضعون ما بعذبوا له لأنه في جوار الوليد بن المغيرة، شكي ما قاعد يعذبوه لأنه الوليد زول عظيم عندهم وهو في جواره. شوف عمل شنو، قال لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان، أي من الوليد بن المغيرة، قال والله إن غدوي، شوف الإيمان ده بحرك الزول كيف والصفات الطيبة، إن غدوي ورواحي آمنا بجواري رجل من أهل الشرك، اللي هو منه وليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة، وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني. قال لنقص كبير في نفسي، ده نقص في نفسي كبير. قال فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، ذمتك وفت، وفيت ما قصرت، قد رددت إليك جوارك، تعالى أنا ما داير جوار منك، رددت إليك جوارك. قال لما يا ابن أخي، لعله آذاك أحد من قومي، قال لا، ولكني، لقى الله، شوف الناس دي العجيبين كده، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل،
ولا أريد أن أستجير بغيره، ولا أريد أن أستجير بغيره. لذلك الموفق ما وفقه الله للتوحيد. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والزول يا جماعة لما يتوكل على الله ويعتمد على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لا حجاب لا بخرة لا محاية لا فكي لا راية لا تراب لا قبة لا بيان لا أي شيء، لا وداعية لا رمالية لا منجم، موحد بس يعتمد على الله وحده ولا شريك. قام الوليد قال له شنو؟ قال له فانطلق إلى المسجد، خلاص أمشي هناك المسجد، فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال فانطلقنا ثم خرجنا حتى أتينا المسجد، فقال لهم الوليد هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال عثمان ابن مضعون رضي الله عنه قد صدق، وقد وجدته وفيا كريم الجوار. للأمانة قال لهم أنا ما رديت جواره لأنه خاني ولا كذا ولا ضيع والآخر ضيع، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله. قدام الكفار قال لهم فقد رددت عليه جواره. شوف الحصل شنو. قال ثم انصرف، انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من مجالس قريش ينشدهم. في مجلس من المجالس عثمان جاء للمجلس بعد أن انصرف، فجلس معهم عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، فقال لبيد وهو ينشدهم ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان قد صدقت. يا الكفار قريش ديل بدري قبل الناس الأسلم منهم عارفين الله، عارفين الله، بل لحد ما عنتر بن شداد قال لا يا عبلو أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. قال لا يا عبلو أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. يدروي جسي شي فيهم وعنتر وما فهم، نسأل الله العافية. زول علم عنتر ما عنده، جاهلية دو دكتورة توزع دكتورة تدالي ده الدال ابن ذاته كان خاصة بن أردون، كان ديك كمان عودنا الله أذكر ازاي. طيب فقال عثمان صدقت، صدقت وما عنتر لازمة العلو، بس دي آيات وحديث الرحمن على العرش استوى آمين ثم في الزمان، احنا ما لنا نمرق من الموضوع كثير عشان الكلام. طيب فقال لبيد بعد بعد جاب الكلام السمح ذاك ثاني مشى شنو جاب كلام، فقال وكل نعيم لا محالة زائل. أي نعيم شنو؟ زائل. فقال عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. شوف رد الكلام ده قدام منو؟ ناس قريش. شوف الحصل شنو. فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟ زمان ما بزول بيرود علينا ويازانا، وسي الحاصل شنو؟ ديل ما أسلم وديل ديل رجال بينكروا المنكر، رجال لا يخافون في الله لومة لائم. هسي عربية يا أخي واحد يوقفك أنت ماشي بكرعيك في الظلمة، يقف ليك يركبك عربية أنتوا نفرين بس، شغل المكيف بعدها يشغل لك فرفور ما مشكلة، وانت قاعد قاعدتك دي ما مشكلة بالطريقة دي، يشغل له المكيف يبرد طوال يخجل. شوف ده لك شغلة بتاع السيف بقوله الحق، انت من الإحسان له وقول له ما قصرت والله في الظلمة دي سكتني وكذا، لكن أنا برضو بمرقك من ظلمة بتاعتك دي، فرفور ده وقفه شغل بدل قرآن وكذا، وأنصحه بالتي أحسن يعني. طيب
فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه من في سفهاء معه. ده سفيه صحابي جليل. إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك، أو فلا تجدن في نفسك، أي من كلامه، يعني ما تشيل حاجة، لأنه ده وحاسبه سفيه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا شو؟ إلى آخر الآيات. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى آخره. طيب، قال: إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهما. خلاص شغلة بدت شنو؟ دار تبدأ أي هندسة. قال لك تكتب ذاك الصومالي بعلمه فيه في الدارجية، أنا حاضرة. واحد من جبوتي قال له: أنا لي سنوات هنا، سنتين ولا ثلاثة، وعلمك يا حسين العامية السودانية، اكتب يا حسين. أنا قاعد جنبه كنا في الخلوة، قام قال له: إذا قيل لك شنو فمعناها كذا، وإذا قيل لك بالدارجية كذا كذا، وإذا قيل لك يا حسين كتمت ففر بجلدك. يعني دي شغلة دي. قال: حتى شرى أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل. طبعا الصحابة عنده ندب، دارين يوصلوا الدين. قال: فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها لحد ما شنو؟ آذاه في عينه. وعثمان قادر على أن يأخذ بحقه، لكن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبر يصبر. شوف الحصل شنو. قال: والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ. الوليد قبيل الخلة شنو؟ جواره. فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، لقد كنت في ذمة منيع. أنت كنت معايا وفي جواري. شوف عثمان رد له رضي الله عنه. قال عثمان: بلى والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. هذا قال الذي أنا والله إذا أردي ذاتة الحق دي قال. وأنا غالب ناشي الحق. قال لي: لكن ما أنت كلكم عطالة يعني بالدار جبتها أنا شرحتها. طيب، قال: لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله، وإني في جوار من هو أعز منك وأقدر. في جوار الله تعالى قادر، لكن ابتلاني. أصبر أصبر. طيب يا جماعة، عثمان ابن مضعون رضي الله عنه مات وفارق الدنيا. قال ابن عباس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت. قال ابن عباس: فرأيت دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيل على خد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وآخر شيء نختم به، عن خارجة ابن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن بايعه، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة. قالت: فطار لنا عثمان ابن مضعون فاشتكى فمرضناه، حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، يعني يا أبا السائب، فشهادتي عليك، بصحابية، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، لقد أكرمك الله. صحابي وأخو الرسول من الرضاعة صلى الله عليه وسلم، وحزن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حزن عمر لزيد، كما ذكر ابن الذهبي رحمه الله. طيب، برضو هنا الرسول حزن له صلى الله عليه وسلم. لما قالت الكلمة دي لقد أكرمك الله،
قال قالت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين اليقين هنا شنو الموت درد علي محمود محمد طالب يقول اليقين منزلة من الإيمان إذا وصل الزول تسقط عنه العبادة حتى واعبد ربك حتى يأتيك شنو يقين اليقين يأتي بمعنى الموت كما في تلك الآية وما بعد الموت وفيها طيب فقد جاءه والله اليقين إني ذا الرسول عليه الصلاة والسلام إني لأرجو له الخير أنا برجو له الخير صحابي برجو له الخير والله ما أدري وإني رسول الله ما يفعل بي أنا الرسول ما بعرف بيفعل بي إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى ولذلك قالت بعد ذلك قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا ثاني ما بزكي زول إلى آخر الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه لأنه يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه أو أحسبه والله حسيبه ما تقول فلان ولي قول أحسبه والله حسيبه ده صحابة ولذلك وإن كان الصحابة جميعا في الجنة وكلهم وعد الله حسنا ما تقول فلان شهيد من عامة الناس تقول أحسبه شهيد والله حسيب أحسبه صالح والله حسيب إذا رأيت منه وسمعت الصلاة توفي رضي الله عنه في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة يعني في السنة 3 من الهجرة قال ابن الجوزي وهو أول من قبر بالبقيع رضي الله عنه